هنكمل بقى، هنبدأ في شرح الدرس دوت، في شرح الوحدة ديت، وهنتابع مع الكتاب. خلي اللي هيتابع معايا هيفهم كويس، واللي مش هيتابع مش هيفهم. الكتاب بعد كده بيقراها طرفات، بيقول لي according to Grice، الطبقة اللي معاه Grice، speakers cooperate with each other، وشرحنا ازاي بيتعاملوا مع بعض لما يجوا يقفوا قدام بعض، بيمسكوا ايد بعض ويتعاونوا في الكلام. When communicating, attempting to be informative، بيحاولوا بيمشوا على ثاني مبدا اللي هو maximum of quantity. Truthful، بيكونوا صادقين مش كذابين، بيمشوا على اول مبدا، مبدا quality. Relevant، بيمشوا على ثالث مبدا، مبدا maximum of relevance. And clear، maximum of quantity quality relation and matter. Listeners will normally assume that a speaker is following this criteria. والمستمع اللي بيسمعهم بشكل عادي خالص هيفترض ان هو ماشي على المبادئ دي. خلاص؟ يبقى جرايس قال ايه؟ قال ان المتحدثين الاثنين اللي بيتكلموا مع بعض، لو بيتكلموا مع بعض بيكونوا صادقين، بيبقوا ما يبلغوش كتير، بيبقوا كلامهم له علاقه بالموضوع. يبقى Grice says that participants will cooperate with each other when communicating, attempting to be truthful, informative, relevant, and clear, which are the following these criteria. Criteria اللي هي الماكسيمز، كل المبادئ اللي احنا شرحناها دي. خلاص؟ عشان واحد ما يجيش يقول لي ايه السريتيريا اللي مكتوبه في الكتاب دي. خلاص؟ هندخل على بقى ايه؟ احنا كل ده لسه ما عرفناش. Recognize then how to recognize the maxim in a conversation. But now we will study how and why maxims can be violated. However, speakers may violate the cooperative principle or one of its maxims. المتحدثين احيانا بيتعدوا الكوبراتيف برنسبل، مبدا التعاون، او واحد من ايه؟ او واحد من الـ من الـ من المبادئ بتاعتها، من المبادئ دي. يعني ممكن يتعدى المبادئ كلها او واحد من المبادئ. يعني لا يمكن الكوبراتيف برنسبل المبادئ الاربعه كلها، بتشمل المبادئ الاربعه. او one of its maxims، او واحد من المبادئ، يعني لا يمكن يتعدى المبدا المبادئ كلها، او يا اما يتعدى مبدا واحد بس. Violation is not obvious at the time of the utterance. تعدي المبدا ده ما بيكونش واضح اثناء الكلام. At the time of the utterance، ما بيكونش واضح اثناء الكلام. And the hearer will not understand that the speaker has this deliberately lied. لأن المتحدث، لأن المستمع مش هيفهم إن المتحدث إيه؟ كذب أو supplied insufficient information أو قالت معلومات غير كافية أو إيه؟ أو كان كلامه غلط مفهوش واضح أو ملوش علاقة بالموضوع. Such violations hammers communication and do not lead to implication. الانتهاك دوت بيعيق المحادثة كلها وما بيكونش لأي استنتاج. طبعا واحد بيقول لي طب ازاي الكلام اللي انت بتقوله دوت، ان احنا اصلا الدرس بتاعنا بيتكلم عن مبادئ مبادئ المنتهك، وان احنا بنستخرج طبعا implication والاستنتاج، ازاي بقى في الكتاب بيقول لي do not lead to implication، ما بيقودش لاي ايه؟ لاي استنتاج. بتحاول لما يكون لما ينتهك المبدا، اذا المتحدث انتهك المبدا دوت، يعني اذا المبدا اللي هو ايه؟ اذا كذب، الكذب ما بيقودش الى استنتاج. الكذب ما بيكونش الى ايه؟ الى استنتاج. الكلام ده لو المستمع ما فهمش الانتهاك ده، خلاص؟
ما علينا، هناخد بقى المثال اللي في الكتاب عندنا. واحد بيقول له ايه؟ I need a drink. دخلنا بقى في الايه؟ في الكلام المكتوب في الكتاب. احمد بيقول لبدر I need a drink. الدرينك دي يعني ممكن يكون بيبسي، ممكن يكون ميه، ممكن يكون عصير، ممكن يكون اي حاجه. راح رد عليه الاستاذ احمد الاستاذ بدر قال له ايه؟ رد عليه بدر بيقول له تراي ليفر. الله ايه دخل يعني دلوقتي اهو. انا دلوقتي بقول لك I need a drink. انا عايز شراب، انا عايز ايه؟ a drink. والتاني ما فهمش الله درينك ايه؟ بيبسي ولا ميه ولا عصير؟ بيبسي والجوز اور الووتر اور او اي حاجه بتشرب. فهو بيقول له تراي ذا بيل. تراي احنا عارفينها حامل او جرب. ذا بيل ناس كتير عارفه ان البيل ده اللي هو الجرس. الله ايه الجرس ده؟ دلوقتي انا بقول لك انا عايز عصير، عايز اتحرك الجرس، كرر الجرس، الجرس ايه؟ هنا بقى الكلام بيبدا من هنا. هنا بقى بيقول لي if B لو B دوت is adhering to the cooperative principle، لو B متمسك بالمبادئ التعاونية أو ملتزم بمبادئ الحوار الناجح، يعني لو افترض إن B دوت هو أصلا ملتزم بيقول لي تراجع بيبدأ وهو ملتزم بالمبادئ التعاونية. ما هو احنا هنا بس يعني هنا تاني بقول سبيكرز من فاميليز ذا كوبراتيف برنسبلز اوف مان اون وورفيكس ماكسيمز. وان الفايوليشن از نوت اوبفيوس ات ذا تايم اوف اوترانس، ان الانتاج ما بيبقاش واضح في الكلام اثناء الكلام. الكلام ده لو المتحدث هو متعمد ان ينتهك المبادئ دي ومش في دماغه ان هو ملتزم بيها، فده ما لا يكون لاي استنتاج، هو اصلا تعدى المبادئ دي. فهمنا؟ طيب دلوقتي بي مش بيكذب خالص في كلامه، هو بيقول تراجع بيل دي، لكن هو اصلا في دماغه يقصد بحاجه من الكلام ده. لو هو متمسك بالمبدا التعاوني، يبقى several culture arise out of this dialogue. استنتاجات كتير ممكن نستنتجها من الايه؟ ممكن نستخرجها من الديالوج دوت. ممكن اي ممكن كذا طالب يستخرج، ممكن انا استخرج استنتاج من اللي قالوا بيه، ممكن طالب تاني يستخرج استنتاج تاني، ممكن واحد تاني يستخرج استنتاج تاني، كل واحد يبقى ليه استنتاج معين. طيب اكزامبل بقى، ذا بيل ماست بي ا بليس ذات سيلز درينكس. يعني البيل دوت ممكن يكون حاجه، يعني لو انا عندي محل كده ادي اول استنتاج، يبقى ادي اول ايه؟ استنتاج ان البيل دوت عباره عن مكان بيبيع العصير. The bill is a place that sells drinks. يبقى ده اول استنتاج. The first in the culture, the bill is a place that sells a drink. لازم ان هو بيقول جرب البيل. زي ما واحد بيقول انا عايز اشتري ايه؟ شاحن كمبيوتر. واحد قال له جرب سيت ستارز، تراي سيت ستارز. ايه سيت ستارز دي؟ انا دلوقتي بقول لك عايز شاحن كمبيوتر تقول لي سيت ستارز من جوه المدينه؟ اكيد ده ما يقول له، يعني اكيد ده يصدق ان هو اسم المحل. وهو وبيع عارف انه ده اسم المحل، ات ماست بي اوبن. لازم كمان يكون مفتوح مش مقفول. از فار از بي نوز. ات ماست بي نيبال، لازم يكون كمان قريب. كل الكلام ده في الكتاب مكتوب لي بيعرفك يعني ان ده عباره عن اسم محل ولازم يكون مفتوح مش مقفول ولازم يكون ايه؟ قريب عشان يروح يشتري حاجه يشربها. خلاص؟ انما بقى لو بي مش متمسك بالمبادئ التعاونيه، خلاص؟ انما بي لو بيقول له الكلام ده، لو بيقول له ترايزابيل
وهو مش متمسك بالمبادئ التعاونية، الله، هنرجع تاني نقول ايه المبادئ التعاونية ده؟ انتهك المبادئ التعاونية ومش في دماغه أي حاجة. ها؟ If A if B is not being cooperative، هو عارف إن البيل دوت مقفول، مكان مقفول. هنعكس بقى، عارف إن ده بيل، المكان اللي بيبيع البقالة اللي بيبيع العصاية والبيبسي مقفول. Or the name of the green grocers، أو هو اسم البقالة اللي هيشتريها. يبقى هو violating the maxim of quality and relevance. Deliberate violation of this kind is uncommon. انتهاك تعمدي and only occurs in special cases as sarcasm, joking or deliberate unpleasantness. يعني معنى الكلام ده كله ان اللي هو بي دلوقتي بيقول try the bill. انا عارف من جوايا ان الدبل دوت مكان بقاله، وعارف ان هو مقفول، ومع ذلك بقول له روح. يبقى انا كده بكذب عليه ولا بكذب؟ بقول حاجه غير صحيحه. هو ده عايز درينك وانا عارف انه مكان مقفول، هبعته ليه بقى عند المكان المقفول؟ يبقى انا كده بأذيه، صح ولا مش صح؟ واحد عايز يشرب حاجه وانا بعته البقاله اللي قافله، يبقى انا كده افدته طبعا، اقدر وديته لمكان مقفول وهو ماشي في عز الحرب وراح البقاله المقفوله ورجع تاني، هيخبطني كلام برضه مش كويس، هيقول لي انت وديتني المكان المقفول يا كذاب، اه يا كذاب بتكذب عليا، بقى انت تقول لي روح مش عارف البيت وطلع مقفول، انت كذاب. هو ده الكذب. يبقى هو دوت بي directly lied او violated the maxim of quality. يبقى maxim، ليه بقى maxim of quality؟ جودة الكلام، ازاي بيتكلم؟ كذب عليه. unadvisable، هو اصلا المكان قافل، يبقى هو قال حاجة غير صحيحة، خلاص؟ وكل دوت اسمه deliberate violation. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.